لا أظن أنه يوجد شعور أكثر روعة من التجاوز، تجاوز أحداث، تجاوز مواقف، وحتى بشر. نعم، تجاوزهم وكأنك لم تصادفهم يوما. وهذا قرار عظيم يحتاج قوة وشجاعة، لذا يحق لك أن تفخر بنفسك. كيف لا، وقد استطعت أن تهزم الأشياء التي كانت يوما أكبر مخاوفك أو أصعب ما مر بك، وانتصرت على أحزانك. إن وصولك لهذه المرحلة يعني أنك غفرت لنفسك وتصالحت مع الحياة، فهنيئا لك.